ان شاء الله يعني اليوم تكون مباراه جميله، اجواء تنافسيه شريفه، يعني هذا كلاسيكو الاردن بتابعوه كل الوطن العربي، بس مش بالاردن، حتى كل دول العالم في اسيا في اوروبا بتتابع من المواطنين العرب. فاحنا ان شاء الله اليوم نتمنى يكون كلاسيكو جميل وروح رياضيه ينتهي. بنقول مبروك للفايز وهاردك للخاسر، وتكون اجواء يعني ان شاء الله اخويه. والله بتعرف المباراة اليوم حساسة، والفريقين بيتمتعوا بجمهور كبير، والمباراة زي ما قلت لك يعني مثيرة، أكيد أكيد مثيرة، بين قطبي الكرة الأردنية الفيصلة والوحدات، وهم فريقين عريقين وبيضموا لاعبين ذو خبرة عالية، والنتيجة يعني أنا شخصيا بتوقع تعادل. طبعا مباراة زي هيك مباراة قوية جدا، يعني فيصل والوحدات من أقوى الأندية بالأردن، يعني كلاسيكو، مباراة راح تكون كثير كثير قوية، وإن شاء الله يعني أنا توفيقي للفريقين، وأنا بالنسبة لي توقعي إنه يعني إن شاء الله يفوز الفيصلي. إن شاء الله بتوقع الفوز للوحدات 1-0، وبتمنى تكون مباراة بروحة يعني عالية جدا وبدون أي مشاكل، وبنتمنى الفوز للوحدات. بتوقع اليوم تكون النتيجة 2-1 للفيصلي، إنه الوحدات بآخر فترة صراحة ما لعبش بشكل جيد. لا بتمنى يكون اللعب حلو، أهم شيء اللعب حلو، يكون اللعب نظيف، وأهم شيء ما يصير مشاكل، وبالنهاية كلياتنا أخوة.